رسالة إلى زبانة نعم نشرتها في 92 أو 91 لأني نعم. كتبتها في 11 أوت نعم. 1999 توقعت الأزمة التي صارت مأساة بعد ذلك أو نعم. التي صارت مأساة بعد ذلك نعم. رسالة إلى زبانة نعم. أقول فيها زبانة أبانا أطلت الغياب لا. وعاد أبانا الدجا والضباب وما عاد بي جار لكن ذهبنا إلى داره كالكلاب نجوب البنوك نمد اليدين وبعد اليدين نمد الرقاب لقد جاء بعدك ألف دعي بألف صلاة وألف كتاب وقالوا اركبوا باسمنا سوف تجري وأجروا سفائنهم في الغياب وبعد 30 عاما تعبنا أبانا تعبنا وجف السراب فعدنا إلى نقطة البدء لكن لينتحر الكل بالانتخاب. جميل سيداتي سادتي، بعد فاصل موسيقي آخر وسنواصل ما يقال وما قيل ويخص مستقبلنا الفكري السياسي الثقافي. هي رؤى مختلفة ومناسبات مختلفة والمعطيات تجد وتتهافت. من الرؤى هذه أكيد أن لنا معك وفي ألبومك الكثير. أترك لك الخيار حسب تسلسل الرؤى وما يراد الإشارة إليه، فماذا عساها أن تكون الرؤية المقبلة؟ الرؤية المقبلة نعود إلى الخلف قليلا نعم. إلى 27 سبتمبر نعم. 1988 نعم. كتبت قصيدة بعنوان قف هناك، لأنه في تلك الفترة كانت ظاهرة الطوابير قد بلغت أوجها نعم. أي فلما يأتي أحد الناس ويحاول أن يجتاز الطابور أو أن يخترقه يأتي الحارس ليقول له قف هناك نعم. قف هناك خلف ذاك الشيخ يغفو هل تراه خلف تلك البنت من بعد 80 وراها هل تراها خلف ذاك الشيخ ذاك. هذه القصيدة نعم. حتى أقول فيها نزرع الأرض ونبني والقطاع الخاص يجني وضمير الشعب تالف بالدنايا والمخازي كل شيء في اهتزازي من تعادي من تحالف إنني أبصرت شيا أسود الخلق محيا إنني يا قوم خائف. جميل. بعدها بأسبوع كانت 11 أكتوبر إنني أبصرت شيا أسود الخلق محيا إنني يا قوم خائف. توقعتها فكانت هذه قصيدة يوم 27 سبتمبر 1988 نعم. دائما نعرج مع أني عرفتك مخضرما تحسن الاحتيال لترويض اللغة وترويضها واستعمالها خير استعمال إلى درجة صوفية بعض الشيء في ما يحبك وينسج، ولك أيضا ما هو معمول به وربما يرجع له الفضل أحيانا في ترويض هذه الطرق التعبيرية، الفن التشكيلي. ماذا عن التشكيل وماذا عن احتياجاتك التي ترى أن الجانب التشكيلي أو جانب الألوان له مفعول أو له من القوة والقدرة أن يلبي رغباتك في هذا الجوانب التعبيرية؟ هل تعجز اللغة أحيانا لتستعير هذا؟ شكرا نعم. بالنسبة للجانب التشكيلي في حياتي ما زلت أذكر أني لما كنت في السنة الثالثة ابتدائي نعم. كنت حينها أخربش على كل الحيطان نعم. وكنت ألطخ كل الأبواب وكنت التلميذ الوحيد
الذي يصعد إلى السبورة لكي يرسم المجسمات سواء كانت خرائط أو صور علمية في العلوم. وكان أخي الدكتور رحيل حطيب ربما توسم في أني قد أصير فنانا. نعم. فاشترى لي علبة من الألوان، ما زلت أذكر لونها. نعم. وما زلت أذكر ألوان ألوانها. نعم. وظللت كذلك أرسم وأهوى الرسم، وما زلت تلك الحالة ما زلت أحتفظ بها إلى حد الآن متأججة. بعدين وجدت نفسي أنصرف شيئا قليلا عن اللون لأعانق شيئا قليلا الكلمة. جميل. نعم. في المتوسط بدأت أمارس الكتابة. في السنة الثالثة متوسط نشرت أول قصة في جريدة النصر، عندما كان النشر شيئا عزيز المنال. نعم. لأنه حينها كانوا ينشرون وفق معايير أدبية فنية، فنشرت في السنة الثالثة متوسط أول قصة بعنوان جريمة في الكنيسة. جميل. وانحزت إلى الكلمة دون أن أتخلى عن اللون. نعم. وما زلت هكذا، ما زلت هكذا، وإن كنت أعتبر أن التشكيل هواية أمارسه أو أمارسها على هامش هواية أخرى. نعم. لكن مؤخرا تفطنت أنني مخطئ في هذا التقدير ومخطئ في هذا التقييم، وأنها حالات تأتي فتتشاكس فيها الكلمة واللون. نعم. أيهما يفوز بالحالة. نعم. فالكلمة تريدني أن أصب حالتي شعرا أو نثرا، واللون يريد مني أن أصب حالتي ألوانا ورسومات. جميل. والحمد لله أنا وفي لكل حالاتي ولكل عاداتي حتى السيئة منها. إذن في هذه الحالة أرى أنك تضم صوتك إلى مجموعة من الكتاب الرواية أو القصة المعاصرة الأوروبية الذين يقولون أن الرسام والفنان التشكيلي علمنا كيف نرى، علمنا كيف نصنع تكوينا، وبالأحرى علمنا كيف نكتب. إذن هل أنت أحيانا تبوح بأن الكتابة تكون أحسن وأرقى وتفي بالغرض إذا كنت رساما؟ نعم. نعم. جميل. نعم. الكتابة استمرار. نعم. للرسم، والرسم بداية للكتابة. نعم. هذه لأن حتى الإنسان الأول قبل أن يكتب رسم. نعم. ثم شرع في التجريد أكثر. نعم. فكانت الحروف. نعم. وهذه أنت تعرفها أحسن مني. نعم. ليست الحروف وليست الكتابة إلا تجريدا للرسم. نعم. لذا قال مفدي زكريا: الشعر كالرسم إلهام وإبداع، والرسم كالشعر إشراق وإشعاع. إشراق وإشعاع. نعم. جميل. سيدتي سادتي، مع هذا الفصل الموسيقي للمتعة، وسنعود مجددا لمواصلة هذا الحوار مع أستاذنا الدكتور الروائي والشاعر عبد الله عيسى الحيلح.